بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 74 بعد 100 على 1. لو بنى مسجد، لا ما تعيد كلامك، بس النقطة هي عن أبيه. إيش قلت أنا عن أبيه؟ أنفع لأبيه. أي صورة؟ أي صورة؟ الصورة اللي بنواها عن أبيه أنفع من أن يبني المسجد. إذا بنى المسجد يكون حظ لأبيه، لكن دون الصورة الأولى، لأن لما يبني بنية إن هذا المسجد على أبيه يكون أنفع لأبيه. تمام. الآن أيهما أنفع لذات الشخص، أن ينوي عن أبيه أم هكذا؟ سبق الجواب في هذا، قلت والعكس بالعكس. سمعتها كلمة والعكس بالعكس، يعني إذا بنى المسجد لن ينوي لأبيه فهذا أنفع له، وإذا نوى عن أبيه فهو أنفع لأبيه. شيخنا قرأت القرآن للولد، يقرأ القرآن. هذا سبق الكلام عنه. نعم غيره. نعم، بالنسبة شيخ لموضوع الأوقاف والوصايا، هنا في جمعية أحياء التراث وزعنا منشور يدعو أهل الخير للتبرع لمشروع أسميناه مشروع الصدقة الجارية، وذلك لاستثمار هذه الأموال في دعم المشاريع الخيرية، الصرف على طلبة العلم، بناء المدارس وإلى آخره. وطبعا دعوتنا كانت دعوة الناس للتبرع بالصدقات وأموال الزكاة. وأموال الزكاة. السؤال له يعني له شقين. بالنسبة لأموال الزكاة، هل يحق لنا أن نستثمرها لصالح الفقراء؟ هذا تكرار لما سبق، بارك الله فيك. أنا أعرف هذا الشيء. طيب إذن إذا ما وراء لك ما وراء. طيب إذا لموضوع الصدقات. كيف؟ إذا الزكاة طبعا حسب ما عرفنا يجب أن توزع نقدا للفقراء. طيب بالنسبة لموضوع الصدقات، أنا أقترح. أيوة. قبل أن ننتقل لموضوع الصدقات بالمعنى العام. نعم. لازم يكون عندكم فصل، عندكم صندوقين. إيه. من جاءكم بمال الزكاة وضعتموه في صندوق الزكاة، وهذا تسلمونه للمستحقين للزكاة ممن نص عليهم في القرآن الكريم. والصندوق الثاني الصدقات العامة، إذا كان هذا هو الواقع فالحمد لله. والآن تنتقل إلى موضوع الصدقات. هو يقول ينبغي أن ينشر هذا الفصل الذي أنتم قائمون به عملا، أن ينشر حتى يعرف الناس الحكم الشرعي أولا، ثم أنهم إذا أعطوا الصدقة يوضع في صندوق الصدقة، وإذا أعطي الزكاة وضع في صندوق الزكاة. بلا شك يعني في العالم الإسلامي، في العالم الإسلامي ما يرضي وما لا يرضي، ما يصح وما لا يصح، وفي العالم الإسلامي ما يوافقنا أو من يوافقنا ومن لا يوافقنا. فقد يكون هناك رجل مثلي أنا لا يرى التصرف بمال الزكاة في المشاريع الخيرية الأخرى العامة، فحينما أعلم أنه في هناك جمعية تجمع الزكوات والصدقات وصرفها صرفا لا أراه أنا مشروعا، حينئذ ماذا أفعل؟ أنكمش على نفسي، فإما أن تشح بمالي نفسي فلا أخرج الزكاة مطلقا لا سمح الله، أو أتولى أنا الصرف صرفا ربما ليس فيه شيء من الحكمة أو التحري أو نحو ذلك. فإذا علمت بأن هناك جمعية إسلامية
تقوم بهذا التفصيل العلمي الدقيق، فهذا يشجعني ويشجع أمثالي أن أتقدم بزكاة مالي إلى هذا الصندوق، صندوق الزكاة، لأنه سيسلم للفقراء يدا بيد. يعني هذا فيه فائدة مزدوجة، فائدة من حيث التنوير والتفصيل بالحكم الشرعي، وفائدة من حيث تطمين المزكين لأموالهم أنه نحن معكم، مالكم سيصرف فيما فرض صرفه له. نعم، على السنة. هل يجوز ثمار أموال الصدقات بتوكيل من المتصدق في مشاريع استثمارية قد تتعرض للرزق والخسارة، أو هي معرضة فعلا للرزق والخسارة؟ كان نشتري مثلا نزرع وقف نوقفها على طلبة العلم لما درست الناس. إيه لا، سؤالك له شعبتان، بين وقف بين صدقة. وقف شيء آخر نقول يجوزه. أما صدقة مال، هذا المال يشترى به تجارة، وكما قلت قد تربح وقد تخسر. أنا ما أرى هذا إلا بشرط، وهو ثقيل على المتصدقين، أنه إذا ربحت التجارة فمن حظ الفقراء، وإذا خسرت من سوء حظ الأغنياء يعوضون الخسارة. صحيح حظه من الأخروي. الموكل يعني الجمعية الإسلامية هي التي يجب أن تكون ضامنة لهذا المال المستثمر. الجمعية المال منها ولا من من؟ لا، رجل يتصدق بناء على نشرة قرأها، هذه النشرة تقول مشروع الصدقة الجارية، نعمل في هذه مثلا مطحنة، مزرعة، كذا، ريع هذه المشاريع وقف على الفقراء والمساكين. يعني هو يعلم أننا سوف نأخذ هذا المال من أموال الصدقات ونضعه في مشاريع خيرية. هو ليس تعني يعلم، هو يقترح. نعم، ولا أنتم المقترحون؟ لا، إحنا هو يفوضنا. يقول هذا مال. إذن أنتم المقترحون، إحنا نقترح عليه فهو يوافق على اقتراحنا. أينا. احنا نشتري مثلا مكيلة خياطة نعطيها الفقيرة، او نشتري مثلا مزرعة ارز والمزرعة منتجة وتعطي رز. ايه، انت لا يزال بحثك في الصدقة في التطوع. نعم، هو كذلك. نعم، اذا هو فوضكم بذلك فعندما تشتروا بهذا المال ماكينة للخياطة ونحو ذلك مما هو مضمون فائدته للمتصدق عليه فلا شيء في ذلك، وليس الأمر كذلك عندي فيما ليس مضمونا. هذا السؤال. أنا. نعم. أصبر. بما لو أن يعني حملنا مشغل حجالة متوقعين أن يربح هذا المشغل وينتج. نعم. ولكن قدر الله أن خسر. أي نعم. فهل يجب علينا أن نكون ضامنين صفتنا وكلاء عن المتصدق؟ إيه، لكن أنتم من أين تضمنون إذا ضمنتم؟ ما نضمن. لو أردتم أن تضمنوا من أين تضمنون؟ ما بصفاتكم؟ لا طبعا لا. إلا من أموالنا الشخصية، بصفتنا الشخصية. بدك تطول بالك، لأنه نقطة مهمة يا شيخ. معليش يا شيخ، معليش، اصبر وما صبرك إلا بالله. في هذه الحالة ما دمتم أنتم المقترحون وليس المتصدق، يجب أن تضمنوا الخسارة، وإلا لا تقترحوا مثل هذا المشروع، إلا بشرط أنه يوافق المتصدق بضمان الخسارة، لأنه الغرض من ذلك أنه الصدقة تذهب إلى أهلها، أما في حالة الخسارة ما ذهبت الصدقة إلى أهلها. أمن الضامن هنا؟ لابد أن يكون الضامن أحد رجلين، إما المقترح، إما المقترح وهذا غير وارد، وإما المتصدق وهذا أظن كالسابق غير وارد، لأن هذا بتصدق بوجهه. لذلك أرى أن تكون هذه الصدقات تصرف في منافع
متحققة وليس في التجارة المتعارضة. هنا تفضل. شو اجاك بقى انت هوني؟ اجاك الرياضة من النوعية تلك الرياضة. كيف كيف؟ هذا الطريش يطلع له هيك بيشكوا الطريش كثير من الاشياء هذه. شو رايك بالنسبة للوضوء؟ ما بيجوز. بقولوا بتروح الشيخنا بسهولة واحيانا بقولوا بالورش وبالشكل. لازم يستعمل الغراف الديان. بقولوا شو يسموه نفط هذا ولا ايش؟ احيانا هون هون ما بيساعد منه. دينار. دينار. صعوبة كمان بقول. شوف حبيبي، يجب استعمال الوسيلة الممكنة لإزالة هالدهان هذا، فإن بقي بعد استعمال الوسيلة الممكنة بقي فما أنت بمكلف أنك تكشف جلدك عشان تزيح الدهان. فهمت؟ يعني الإنسان بين يعني ثلاث أحوال. الحالة الأولى أنه ما يهتم، كأنه هذا يحسب الماء، وهو ليس ماء، هو مانع لوصول الماء إلى البشرة التي أمرنا بإيصال الماء إليها. هذا طبعا لا يجوز، هذا وضوءه غير صحيح وبالتالي صلاته باطلة. هذا نحن ما بدنا نكون هيك. وبين رجل آخر بيستعمل الوسائل الممكنة ولا يزول أثر بالكلية، وهذا اللي يجب على كل مسلم. الوسيلة الثالثة وهذا ضد الأول، يعني إفراط وتفريط والوسط وما ذكرناه. الثالث بتم بحك وبحك وبحك لحتى إيش؟ يزول الجلد. هذا إيذاء للبدن لا يجوز شرعا. فإذا تستعمل الوسائل بيعرفوها الدهينة أكثر من نحن بزيل الدهان هذا. إن بقي بقي ما بضرك، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح؟ بارك الله في شغل أبو عبد الله. أنا أبو عبد الله في شغله. أبو عبد الرحمن بدك بقى تخليله قفاز يصلهون. موجودين. موجودين. ما بيجوز. ما بيساعدش على الفراش. ها؟ ما بيساعد بيقول. انا رقيق بالساحب لي الشيخ. تفضل. كنت الشيخ انا سابح سابق ان الخصوص الزكاة لا بيجوز وضع فيها مشاريع. وكان نهاية البحث انه زكاة التطوع يجوز فيها، لكن سمعت من الاخ طارق كلمة الزكاة اثناء سؤالك له. فما ادري يعني تضع منه كلمة الزكاة يعني. لا انت ما انتبهت لما سألت وقلت له انت لا يزال بحثك في الصدقة غير الزكاة. نعم اي نعم انا فاهم شيخنا. بعد ما انتهينا من الزكاة يعني من بحث الزكاة سمعت منه كلمة الزكاة اثناء البحث في صدقة التطوع. طيب انا برايحك انت وياه اعطينا التسجيل اللي سمعت منه الكلام. طريقة السماعات شيخنا مش عندي الا غير عن الاذنين بس. طيب وين عندك تسجيل؟ سجلت انت؟ هذا من الناس. ها؟ يلا هات نشوف. مواضيع مشاكل الحديث بيسألوا بعد ابو يوسف. كان ابو يوسف يسعفنا ويعمل لنا بحث دراسي يعني حقيقة انتحار والله. يعني هلا والله انا ما في عندي صلة شخصية مع بعض اخواننا اللي عم يشتغلوا بالحديث هناك. وطبعا أنا بطلع على بعض الرسائل بأنهوها وبينشروها، لكن ما في عندي فكرة أن أقول هذا أو ذاك، وهذه فكرة ما بتتوفر عندي بمجرد أن أطلع على أثر أو أثرين. هاي بدها اختلاط شخصي ونعرف كيف معالجته للحديث وفقه فيها والآخري. أعرف أنه كثير من هؤلاء الشباب الذين يؤلفون أنهم يخطئون كثيرا في الكتابة باللغة العربية، يعني بينصبوا المرفوع وبيرفعوا المنصوب وإلى آخره. فأشعر أنهم ليسوا طلاب علم
درسوا العلم يعني من كل جوانب ضرورية. لكن فيما تسألني عنه بالضبط ما في عندي فكر لأنه ما اتصل. بينما هذا الحويني شفت له بعض مصري نعم شفت له بعض آثار وهذالي بعض نسخ لا تزال بخطه يعني. ثم اجتمعنا هنا وكنا نذهب كل يوم نصلي في صلاة الفجر في مسجد هنا بعيد يمكن 8 كيلومتر ولا هيك، نصلي الصبح بعد إلحاح شديد منه أنه بريد يعني وقت يسأل أسئلة ويتدل عنده مشان يستفيدها. بعد إلحاح شديد اتفقنا معه أنه منصلي هناك نحن في طبيعة الحال قبل ما يجي هو، لأنه الإمام هناك إمام سلفي وقارئ طيب. بعد الصلاة نعطيه 5 دقائق وهكذا كان. فكان يسأل وأجيب بالمسجلة وأنا في السيارة، فكنت أشعر من أسئلته أنه هو على نسبة كبيرة من العلم بالحديث يعني وتخريجه ومراجعه ومصادره نحو ذلك. أما الإخوان الذين تشير إليهم فما أعرف كبير أحد منهم مع الأسف. وفي الجزيرة يعني الشخص اللي ذكر اسمه لم أسمعه جيدا يعني مين هو؟ غير الحويني هذا في اليمن مقبل مقبل اليماني مقبل اليماني؟ اي نعم هذا من تلامذتي في الجامعة الإسلامية. اي نعم هذا يعني من أقوى المعروفين الآن في المجتمع الإسلامي اشتغال بعلم الحديث. أقوى من الحويني شيخنا الحويني ما أستطيع أن أفاضل، لأن المفاضلة في الحقيقة تحتاج إلى اطلاع على مصادر كثيرة وهذا ما نحن بعيدين عنه. الحويني لطيف مع تفسيره يعني أدبه الصحيح يعني مع عرفته لقدر العلم لعلم الله يجزيه خير. كان من اللقطات تبعته لما طلب منك 5 دقائق وجزاك الله خير كنت تمدهم لعشر أو 15 حسب ما شوف إنه يعني عنده الشوق وفاهم مستفيد. فيوم من أيام الشيخ ما استقر على الفجر ما راح المسجد، فهو كان انتظر ما جاء الشيخ. قال شو بتسوي؟ قال بروح له على البيت. قالوا له بقول لك ارجع يا شيخ لانه ما لك انت موعد. قال انا ما بهمني، بدي اخذ المسجل واحطه على السماعه واسمع كلمه ارجع للشيخ لان هذه من السنه. حطت على السماعه المسجل على الهاتف تبع الباب انت الكام كما يقولون. فقال له الشيخ مان قال الشيخ كذا اهلا وسهلا تفضل. قال الشيخ انا يعني ما قال تفضل. فادخلوا وجلسوا في الحديقه وفطروا وجلسوا الساعه ساعه ساعه ونص اسئله. قال فخرجت خير كثير من كلام كلمه ما رضيت اصلا بكلمه ترجع. طيب عندكم شيء اخر؟ يا الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. والجمعة بغسل واحد؟ لا 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 بد من غسلين ولو في وقت واحد. نعم لا بد من غسلين يعني يزيل الجنابة. نعم. ثم يصب على نفسه ويغسل الجمعة. نعم الله يجزيك خير. واضح؟ واضح الله يجزيك خير. هذا يعتبر الجماعة الثانية جماعة؟ لا لا تعتبر، إنما هي الأولى، وهذا تأكيد لأن المسلمين ليس لهم إلا جماعة واحدة ولا يتفرقون. هل الخلطة كان المرأة فيها؟ هذا ليس من أعمال المسلمين. الدليل في دليل على ذلك؟ ليس عليه الدليل، لكننا نهينا عن التشبه بالحيوانات. نعم تغلقين. هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ كيف؟ هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ في بالحيوانات هكذا؟ طبعا كيف يعني؟ ما إيه؟ يعني لا هي ذكر ولا هي إيه؟ هل هذا يعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ أنا بقول لك في بالحيوانات كنت
لا يوجد يعني؟ أنا لا أعلم، لكن أجيبك، لو كانت أنثى، لو كانت أنثى ألا يجوز؟ يجوز، سواء كانت أنثى أو ذكرا أو خذها، فكل ذلك جائز. يسمع من حوله فقط ولا يشوش على من بعيدون عنه. بارك الله فيك. هل البنطال والقميص يعتبر كفر؟ يعني لباس الكفار؟ هو لباس الكفار بلا شك، لأن الكفار لا يحللون، الكفار لا يحللون ولا يحرمون. عليكم السلام ورحمة الله. وليس عندهم صلاة. نعم. الذي يصلي وهو لابس بنطلون ضيق، هذا كمان يصلي عاريا مكشوف العورة. شيخ، حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صحيح. الاستخارة في الأحكام، يعني هناك حكمين يشترط على الإنسان، هل يجوز أن يصلي في الاستخارة؟ يعني ياخذ بالاقوى. السلام عليكم. ياخذ بالاقوى يا شيخ. نعم. ياخذ بالاقوى، يعني هناك حكمين اشتبه على انسان. الاقوى تعني دليلا. اه، ولا يصلي صلاة الظهر. هذا هو الواجب. هو هذا الواجب. معلوم. الصيدلية تمنعه أن يلبس اللباس العربي، أما ذلك مما يؤكد عليه. لو قلت انه مثلا يعمل في النجاره وعنده الات ويخشى انه الاله تسحبه من ذيله، كنا ربما نقول ان هذا عذر. اما الصيدلي لو لبس العربي تماما فلا شيء حرج عليه. الذي انت تفصل فيه اذا قام من الصلاه لبس الثوب، هذه نوع من الاكليروس، يعني اللي بيتعبد بيلبس لباس خاص وفي شؤون حياته له لباس ثاني، هذا لا يوجد في الإسلام. نعم. واضح؟ نعم واضح. السلام عليكم. مبين عليك حرب. لا يقيم البدع ولم ينتهي وننهي عنه. يا أخي أنا سألك ماذا تعني محاربته؟ فماذا نفعل معه؟ حرب المسجد الذي هم فيه. يا حبيبي فهمت السؤال، لكن هو يسأل في النهاية هل يجوز محاربته؟ يقول هل يجوز أو يجب محاربته؟ مقصود المحاربة أنه يعني عندك تعود. لذلك أنا لا أفهم هذا المعنى، فأريد أن أفهم ما تعني أنت بكلمة المحاربة. رجل لم ينتهي النهاية ونبدأ معه على البيت لم ينتهي. لسه بعيد السؤال يا حبيبي، فهمت السؤال كله، لكن ماذا تعني من كلمة المحاربة؟ يعني ابتعاد الصلاة عن المسجد اللي هو فيه، أو نصلي معه، أو أو نفصل بعض الأخوان عن المسجد اللي هو، لأنه في عندك مسجد فيه إمام يصلي على السنة، هذا أمر بدهي أنك تعرض عن ذاك وتأتي. وعندنا منطقة صناعية، عندنا منطقة صناعية في أبو علندا، فعندنا رجل قائم بالبدع بالطريقة، ماذا نفعل إحنا؟ يا حبيبي أجبتك بارك الله فيك. عندك إمام ثاني؟ عندك إمام ثاني في مكان ثاني تذهب إليه ونترك هذا الرجل؟ وهذا مش معنى أنك تحارب الرجل، تظل تناصحه وتذكره، فإن استجاب فبها ونعمة، ما استجاب دعه وصلي على من كان على السنة. واضح؟ السلام عليكم. هذا عمل الكلاب مش حيوانات. بتكون عادية عند الصلاة بتصلي؟ لا لا، في الحالة الثانية أسأل، في الحالة الثانية اللي ما بتصلي وتكفر ولا في أي شيء، ما في شيء عادي هذي، يعني بتحكي مظبوط، بتحكي مظبوط وكل شيء، لكن ما تصلي وما بتصلي ولا شيء. هلا بتصلي وحدث بيت الله وبيجيها وكأنه فيش رب. استغفر الله. عمرها حوالي 50 سنة، وبتقوم بالليل تصير تبكي وتطلب من الله انه يعطيها خشوع وايمان يوميا، بكره راح يتنجم. ما ادري والله. شيخ الله سؤالك نسأل الله لا العافية. لو سمحنا لك، ما في عندي حديث من ادرك الركوع فقد ادرك ركعة، حديث صحيح؟ اي نعم. اهلا. طريق الشباب يعني اشار الرأس واللحية عفاه الله.
هذه المادة التي يكتبها فيها إن شاء الله تحريم يعني؟ طبعا. طيب هذا المال الذي يقتطه أبناؤه يعني هل جسدهم يبنى يعني بناء الجسد يكون من حرام؟ إذا كانوا أولادا صغارا غير مكلفين أو كانوا مكلفين لكنهم لا يستطيعون بعد أن يكتسبوا قوتهم بسد يمينهم وعرق جبينهم فليسوا كذلك. فهمتني؟ نعم. أما إن كانوا كبارا وباستطاعتهم أن يستغنوا عن هذا الكسب الحرام فدخلوا في عموم الحديث وكل لحم نبت من السحت صاروا أولادهم. يجب الابتعاد عن هذا الطعام هذا المكتب الذي وبركاته. هل هناك حديث نصه إن لم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له؟ هل هذا حديث؟ إذا كنت تعني هل هناك هذا الحديث أي صحيحا ثابتا عن الرسول فالجواب لا، أما أنه يروى وهو غير صحيح فيوجد ولكن لا قيمة له، يعني غير صحيح. نقول لك مش حديث يعني غير صحيح. وثم هو من جهة أخرى يخالف الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهناك حديث أن رجلا كان يقوم الليل ويسرق في النهار فقيل له يا رسول الله إن فلانا يصلي في الليل ويسرق في النهار، فقال ستنهاه صلاته. ولذلك لا يجوز أن نقول لا بد أن تنهاه، لكن نهي الصلاة لصاحبها عن معصية الله عز وجل تختلف نسبة وكثرة وقلة. بمعنى إذا واحد صلاته يعني كإنسان حامل ثقيل لا يصدق متى يلقي هذا الحمل من رقبته، يعني يصليها على أقل ما يصح، هذا تنهى صلاته بقدر. لكن الذي يطمئن فيها كما سمعتم أو يخشع فيها والآخرين هذه الصلاة تنهى أكثر من الأولى وهكذا. واضح؟ نعم. واضح؟ السلام عليكم. وإياكم يا أخي. خاطبنا وهي بعثت له أن هي عايزة تشتغل، هل هو يمنحها من الشغل أم ماذا فعل؟ أو أنت بتقول خاطبها ولا عاقل عليها؟ لا خاطبها. خاطبها ليس له سلطة عليها، ولكن عليه أن لا يتزوجها إلا بشرط أن لا تعمل خارج الدار. طب إذا صمموا أهلها مثلا على العمل أو ما تتزوجها؟ قل لك ما تزوجها ما دام ما عقدت عليها، فلا يجوز لك أن تخطبها وتعقد عليها إلا بشرط أن لا تعمل خارج الدار. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اشتغل في مطعم عيد سؤالك. نعم. بالنسبة لصلاة الجماعة كما قال عبد الله بن سيدنا عبد الله بن مسعود وقد رأيتمونا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، هل نحن وتحكمنا مثلا أعمال بالنسبة للمطاعم هل نستطيع أن نغلق كل خمس مرات في اليوم ونذهب إلى الصلاة؟ هيا أخونا خشوف شيخنا هذا أخونا المريض سيارة. قل لي خلاص. أي ورانا يعني. خلص. أي ورانا تبي تخلص. السيارة هاي. اللي بعديها. اللي وراه. أيوة. أنا بشتغل في مطعم. وهذا المطعم مشيري يعني أنا شغيل فيه. أيوة. هل أستطيع أن أذهب إلى الصلاة في الجماعة في كل وقت؟ وهذا يعني يؤدي إلى فصل من العمل أو؟ سؤالك خطأ. أنت تقول هل تستطيع؟ كما لو قال لي واحد غيره هذا شيء كبير يعني مثل حكايتي أنا. نعم. هل أستطيع أن أصلي قائما؟ أقول له ما يدريني أنت أدرى بنفسك. فأنت بتقول هل تستطيع أن تصلي كل وقت في المسجد؟ صاحب العمل لا يسمع. صاحب العمل لا يسمع لكن أنت تستطيع أم لا تستطيع؟ أستطيع. إذا لما تقول هل أستطيع هذا خطأ في السؤال. أنا عارف أنت ماذا تقصد، لكن أنا قبل أن أجيبك عن سؤالك أريد أن أذكرك بأنه ينبغي عليك وعلى غيرك أن يحسن السؤال.
أنت ليس سؤالك هل تستطيع أن تصلي، لأن الجواب طبعا أنت شاب ما شاء الله في عيش شبابك وقوة فتوتك وإلى آخره، فلماذا لا تستطيع؟ أنت تستطيع، لكن السؤال أنا إذا ذهبت إلى الصلاة في كل وقت من الأوقات الخاصة، أنت ليس سؤالك هل تستطيع أن تصلي، لأن الجواب طبعا أنت شاب ما شاء الله في عيش شبابك وقوة فتوتك وإلى آخره، فلماذا لا تستطيع؟ أنت تستطيع، لكن السؤال أنا إذا ذهبت إلى الصلاة في كل وقت من الأوقات الخمسة معلمك يفصلك من عملك، فماذا أفعل؟ أقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة وقد عرفت ما فيها من الوعيد من هذه الخطبة وغيرها، لا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة بحجة أن معلمك يفصلك عن عملك، ورزقك على الله وليس على معلمك، هذا من جهة. وجهة أخرى قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فتظن أنك إذا أطعت ربك وصليت الصلوات الخمس في المسجد ولو ذاك المعلم يعني فصلك من عمله، هل تظن أن ربك سيعاقبك على طاعتك إياه أم إنه يرزقك من حيث لا تحتسب؟ لا شك أن الأمر كذلك، وما أظنك من أولئك الماديين المتهافتين على الدنيا والذين يؤثرون الدنيا على الآخرة، تظن لا يا أخي واحد لازم يتخذ الأسباب وربنا عز وجل بعد ذلك إيه يرزق العباد، نقول نعم لكن ما عند الله لا ينال بالحرام، فحرام عليك وعلى غيرك إطاعة العبد في معصية الرب. وضع لك وضع طيب. طب ولكن لما أنا إذا اشتغلت على الواحد غير مع نفسي لا ما وضح لك الجواب أبدا، لو كان الجواب وضح لك ما تستدرك وتقول ولكن وضح الجواب، لكن كيف تقول ولكن غيره كذلك؟ وين وين ذهب بقوله ومن يتق الله؟ من يتق الله وين رحت فيها أي؟ لو كان وضح لك الجواب ما قلت هذا الكلام. بارك الله فيك. لو تركت هذا عملك الله راح يرسل لك عمل أحسن ظن من لو شرقت الله لأنك اتقيت الله ضد نفس الشيء. أقرأ الآية لو كنا نرى جواز أن تأخذ سبحة كنا نقول خذ السبحة وقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هيك حتى ترسخ الآية ومعناها في قلبك وحين ذاك تحيد عن القول بأنه اصبروا علينا يا جماعة شوية. صبر ما في عند الناس يا شيخ، ما في صبر أبدا، لا بيكون هلا طلعت إشارة هلا بيبدأ الزمن، اصبروا شوية خذوا نفس. عن المخطوبة يعني هم يقولون هي تشتغل لغاية انت ما ترجع عني بحنا نتصرفوا مع بعض نتخذ يعني، فإذا أنا مثلا رجعت فتحدث أشياء غير ذلك، مثلا يسمون مثلا على الشغل أو شيء من ذلك، يعني بقول لكم فهل انا يعني اكثر خطوبه ولا يا اخي انت ما عقدت ما يديك، انت ما عقدت اعترافك ما عقدت ايه اشترط من قل لك هذا الشرط ان وافقوا فبها ما وافقوا فالله بيغني عنها، يعني الله سبحانه وتعالى لا ارسم على لا يرسمني على تؤجر تؤجر الله يديك ليش يسمعك؟ في ناس قالوا ان انت خطبت صلى سنتين حرام عليك ان بعد هذه لا يكون اسمر يا أخي، لا يكون هذا الرجل لا يفرق بين العقد وبين الخطبة. لا طيب ما دام صار الزوج
شو بيهم انه من سنتين ولا من خمسة ولا من شهرين؟ ما هي زوجتك؟ هذا ما قلتك هذا غرف الناس. هذا غرف الناس تقيد من غرف الناس. أنا أتذكر أستاذ، هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها؟ وهل ورد حديث؟ يستحب ولا يجب؟ يستحب ولا يجب؟ يجب. أنا يستحب ولا يجب؟ سمعتها فهمتها؟ يعني إذا لم تغطي وجهها لا شيء، لا شيء عليها، لكن فاتها الفضل. تغطي إلى حديث يعني يا توجد حديث عليك بكتاب حجاب المرأة المسلمة للألباني. تعرف الكتاب؟ أعرف. إذا اقرأه، ذاك يغنيك عن سؤالك لي وأنا مؤلفه. عليك من أول دوام لك عند معلمك يقول، تقول له أنا أريد أن أتفق معك على أن أصلي كل صلاة في المسجد، ولو كان الازدحام في طلب الطعام عليك كثيرا، فأول ما أسمع الأذان أذهب إلى المسجد أولا، وثانيا أعفي عن لحيتي، هذه مظلومة مني. فإن وافق فبها ونعمة، إن لم يوافق فطلقه بالثلاثة. فهمتني؟ ما تدري أنها واجبة؟ لا معلش. واجب بأدلة كثيرة، أنت عرفت كتاب حجاب المرأة الألباني لكنك ما قرأته. لا ما قرأته. هذا هو، لو أنك قرأته لعرفت أن إعطاء اللحية فرض، فرض على كل مسلم. شيخ نزل وشيخ يا الله بسم الله. حالة إن تنطلق، فإذا كنت تنطلق من باب الإكرام والهبة فيجب التسوي بينهم، لأنه عدم التسوية رح يثير الوغر في صدور الآخرين الذين لم توهب لهم. أما إذا أعطيت بعضهم دون بعض بسبب حاجة البعض دون البعض فهذا أمر طبيعي وضروري. يعني مثلا أنت عم تقول ما شاء الله زوجت الستة، لما زوجت أول واحد دفعت كذا ألف ليرة في هذاك الزمان، بقايا ما أعطيتهم شيء صح؟ لأنه هذاك محتاج الزواج زوجته، لما بيجي الدور الثاني زوجته، الثالث زوجته إلى آخره. لكن لما بدك تكرمهم وتوهب لهم يجب التسوية بينهم، مثل الحالة الأولى اللي زوجت والثاني ما زوجته. كمان ممكن هالحالة نصورها بعد ما زوجتهم جميعا، مثلا نفترض أكبرهم له ولدين، أصغرهم له خمسة، مورد الأكبر الشخصي اللي بيكسبه بكد يمينه وعرق جبينه أكثر من مورد أبو الخمسة، شايف؟ فأنت بتعطي هذا ما لا تعطي ذاك، لأنه بحاجة عنده خمسة ومورده أقل من مورد أبو الاثنين. هذا هو الفرق. أظن ظهر لك الفرق بين مسألة ومسألة. ها؟ قاعدة أخيرة اللي عم بعمل فيها أنا بشوفه محور وبحاجة للمساعدة، عم بساعده أكثر من العلماء وراضين الحمد لله كلهم عنه. الحمد لله. الأخ أبو أحمد كان قبل صار يومين خرجنا في واحد مشيته وفي عنده فرن تحت، والثاني له منجور ألمنيوم ولنا علاقة مع بعض مشيته،
أجي وشميت في البعض الشيء حتى أكرمته من ناحية كل الساعات بكل قلب أزل لك عن جزء لحصتك وظيفه وانت تنازل عن جزء لأخوه وشبه مع بعض نصر ما أعطوك الله تعالى أنا ممنون من كل والبقية الحمد لله ما يقصر مع المنون والبنات كمان عم نعطيهم لكن أما يا أستاذ كان مستحضر الأنسان يمكن أنا ما عم بحسن بطبق أن الأنسان كتعطيه الذكر الواحد ليش؟ لأن هذا عم بزوجه وجوم المهور غالي وبيحتاج جنبك إذا ما ساعدته يضل كل ما بلده لي وممكن يحصل ممكن معلومة في السمعنة عم بنجبر حط أكثر للصبي مشان المهر من جيب الخاص وبحطه عندي بيدي بطع بياكل ويشرب سنة أو سنتين أو أكثر قبل ما تقوى عضلاته ما بأخذ منه شيء هذا كرصيد جنوب السير البنات تكرمهم مقابل هالشيء اللي لازم مساعدة لازم كذا مثلا بدها مثلا شيء كمان عم بعطيها لك ما عم أعمل الحد اللي إني هذا أعطيته مثلا 50,000 هي عمالي بعطيها 5,000 مع تفصيل لاحق تفصيل السابق بين تقديم الهبة للأولاد وبين تقديم الحاجة لكل ولد هذا الفرق عرفته أنت الآن بيجي موضوع الإكرام والهبة هنا تختلف الهبة عن الإرث فالإرث كما تعلم من قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين الهبة لا يوجد فيها شيء من المفاضلة بين الذكر والأنثى بل يجب التسوية فنرجع لنفس التفصيل السابق إذا أنت أعطيت بناتك إكرامية بمعنى هبة وهن متزوجات وذكور متزوجون فيجب التسوية يعني أؤكد لا يجوز الخلط بين تقديم الهبة للأولاد وتقديم الحاجة التي يحتاجها كل ولد عرفت؟ فالآن أنت أتيت بمثال جديد وعبرت عن هذا المثال بقولك أنا بكرم البنات طيب هل تعني بقولك إكرام البنات هبة ولا الحاجة؟ فإن كنت تعني الهبة ما بيجوز تخصيصه دون الذكور كما أنه لا يجوز تخصيص الذكور دون الإناث وإن كنت تعني لا هني بحاجة مثلا أنه أزواجهم أو زوج لبنت من بناتك فقير الحال بالكاد أنه يجيب لهم الشيء الضروري فأنت تكرمهم أو تكرم البنت هاي متزوجة بزوج فقير مما يستر العجز اللي قائم فيه من الزوج هذا بيكون في حدود الحاجة في هذه الحالة لا تطالب بالتسوية لأنها موهبة أما إن كنت تعني كما هو ظاهر كلمة الإكرام يعني هدية فلازم كل ما أعطيت كبير أو صغير ذكر أو أنثى شيء من باب الهدية والهبة أنه يكون كل مثل ما بيقولوا الأتراك هناك كانوا زمين قدام هبسي بربر ها هيك لازم تعامل أولادك حتى تكسب برك منهم على التساوي ولا يصير في نفوسهم وفي صدورهم حرج أنه ليش أبونا عم يكرم البنات ما عم يكرم الذكور ليش عم يكرم الصغير ما عم يكرم الكبير فإن كنت انتباه كما يقال صاحب الدار أدرى بما فيها وأهل مكة أدرى بشعابها فأنت تعرف إذا كان فيه هيك شعور بين الكبير والصغير أو العكس توضح لنا الحكم هذا أنه إذا كان من باب الهبة فأنا واجب علي أنه أوهب الجميع وأكرم الجميع كان من باب الحاجة فالذي يحتاج نعطيه والذي أغناه الله عن الحاجة لا نعطيه
عندنا بنت صغيرة آخر وحدة زوجناها لإنسان خطبوها مني قبل الجماعات وبالغنى أغنياء، والبنت هو يعني الحمد لله رب العالمين شكلها جميل ومتعلمة في صف سابع، لكن كتبي هي الوحيدة اللي تستطيع تطالع أحاديث وتسألني بعض سؤالات دقيقة أستاذ بعد النظام أحيان ما شاء الله. إيه الله بعث لنا إنسان لكن عائل ودرويش وطيب، وأجت أهله وخطبوها مني، قلت له لي شرط واحد، أنا ما يسأل حافظ على الصلاة والصدق، قال لي نعم، خذت عليه عهد، ووقت اللي عقدنا العقاد في المحكمة الشرعية من الشروط ذكرت الشيء هذا اللي حافظ على الصدق والصلاة. أهله سكرت عندهم فترة، هذا ما بيفيد إيه هيك صار معنا يا أستاذ صار معك، لكن نحسن من أغلى علينا لا لازم يعتبر بيقول يعني السلام لا يلزغ المؤمن من جهر مرتين. إذا كان الخاطب مش معروف في خاطبته في حياته قبل ما يخطب، هذا تأخذ عليه شرط أنه يصلي ويصدق، هذا الشرط أخذه منه من هو أكبر منك وهو خالقك وخالقه. فإذا كان أخل بشرط رب العالمين ما بيخل بشرط صالح المسكين، لذلك هذا الشرط أخي هذا حذر على وراء لا قيمة له. الرجل ساكن بجوار لا وعندي والله صحيح ساكن بجوارنا وعندي اطلاع عليه يصلي ويتقصف مثل ما أقوله نعم، وقت اللي أجاب قرب لعندي توقع عليه الشروط أجاب، عند اللي بعد ما زوجته أهله مثل الضوء على هون المكان، أنا صرت أشتغل في بناء تجاري، عمرت دار أعطيت قسم لبنتي باعت جزء من الذهبات المليكة، وقسم الثاني إلى ما عنده يعطيني قلت له بصبع كل ما أربعة ألف ليرة أعطيني، وطلع لي الدار أهله ما أعطوا أغراض أدوات مطبخ مسائل أغراض بحاجة أكرمت البنت أعطيت لها غداء قلت لي 10,000 أغراض مروحة وكذا أسأل بيتية يعني حاجة حقيقة. عندي الأخت الثانية شفت مثل الدقري قال دارو أنا ما أكرم في شيء قال له شنو هي؟ قال له هذه هي قلت له بحاجة انت مالك بحاجة هذيك مالك بحاجة رجع أعطيناها 10,000 بتوم التاجي هلا هلا بتوم التاجي دي لفتات ما حكيت كنا خلنا رحنا لبيتها بالزوجة وزوجها حاطة المدينة ليها كنا كمان أعطيناها 6,000 قال والله نظري هاتي أخواتي يدوا تحول مني لا بدي التاجي كويس قال ما أعطيت الله ذلك بدي أكمل أي زمانة مدة إن كما كتب لك عنا رب كمان أي آخر واحد الله يعطينا العافية الحمد لله رب العالمين الله يعافيك الحمد لله نرجو الله تعالى أن يكون وخذ الأعمال ترضيه لأن الطوار وراضي عنه. كويس بس هوني واحدة بقى قبل ما تفوتني كأنه مالك مربي أولادك على تحريم أساور الذهب يا أستاذ وعي فيها لأطمار وأحمد لأطمار يا أستاذ وعي ليش وعي لا تنشوف أواد ما تشترض على إنسان بتعرفه أنه بيركع في الصلاة شاهد أنه يصلي، اشترط على إنسان ما بيعرف حكم الله أن هذه أساور عندنا محرمة، فأنا بشترط عليك أنك ما تزين بنتي اللي بدها تصير زوجتك بما حرم الله عز وجل، فأنت سمعك الله بتعكس تشترط ما شرط الله وهم يعلمون، وما تشترط ما شرط الله وهم يجهلون. الله يعافيك يا رب. الله يتوب عنك. ما بيعطونا كني لولد الا يكون شرط اساسي. ما يمكن ان شاء الله. الا بيعرف ما فيه. بدك تجيب هلاك لبنتي، انا ما بخلي بنتي كلها غطه والناس يعايروها اخذوها بلا شيء. طب اليوم البنات عم بيشوفوا بلدي يا بابا شلون اني بنينك عم بتلبسهم ذهب وبتحسر ليك منك ونحن عم تحرمنا بالادب. في سبايك كذا ما في امانه. لا لا اعطي بابك يا صالح. وأرجو أن تكون اسما على مسمى. مش هيك اسم ذو مسمى. بدك جاهد. وجاهد النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي.
بدك تربي أولادك على طاعة الله وطاعة الرسول، هذا مش معنى تحريم، هذا مش معنى تحريم. هالأساور هذون أبيش ثمنهم؟ هذون ثمنهم مثلا 10,000، مثلا 10,000. هال10,000 اشتري فيهم ذهب، إما رشاديات أو مليجيات أو سبيكة أو ما شابه ذلك، وبتحطهم عندها على قاعدة تخبي درهمك الأبيض ليومك الأسود، فهي غنية. لكن هي غنية لغناء الله عز وجل دون معصيته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تقولون نحن عن ميسورة حسب ما علمنا يعني، حتى انت كأب انه جزاك الله خير، هل لي تقدروا عليه تفعلوه ان شاء الله. المهم فنحن ما عم نقول انه يتموا فقراء، لا، المهر اللي بدون ياخذوه بيحطوه في خزانتهم، ما بيخذوه بايدهم من كان يلوحوا هيك بإيدهم في حفل في كذا إلى آخره، ولسان الحال بيقول شوفونا نحن كذا ونحن كذا، من هنا تجي المشكلة. خلي خلاص أنا بشتغل الدرس بيطل الدرس. الله يجزيكم خير، الله أولي ما نوي معكم. آمين يا رب. يا هذا قوله موجه خطأ، فبمن ايش اللي ترتب عليها؟ وهم اهل القتل ونزل القتل، ما بترتب عليه شيء، لأنه وعندا قتل ولده عمدا فلا يقتل به، فبالتالي إذا قتله خطأ فلا يدان به. وإن كان السائل أخي هذه المسألة تختلف اختلاف الأزمات. أنت اليوم تعرف أنه في دراسة بالمراسلة وليس بحضور التلميذ بين يدي الشيخ، ولذلك فهذه أمور اصطلاحية ولا يترتب من ورائها شيء جوهري له قيمة. فإذا افترضنا إنسانا تفقه بكتب رجل من قديم الزمان أو في حديث الزمان، فذلك يمكن أن يسمى تلميذا لهذا الشيخ، ولو أنه ما عرفه ولا أدرك زمانه، أو أدرك زمانه ولكنه ما لقي شخصه. المهم أن يتثقف بثقافته وأن يتفقه بفقهه، فيمكن لمثل هذا أن يقال إنه تلميذ فلان. وهل يجوز أن يقول هو عن نفسه أنه تلميذ فلان؟ إذا كانوا يفهمون من قولته هذه أنه تلميذ له مباشرة فيكون تدليسا، نعم. أما إذا كانوا لا يفهمون ذلك فلا بأس من ذلك حسب ما وضحت آنفا. طب معذرة في باقي السؤال رجاء أن تتحملني، هل للشيخ تلاميذ؟ ليه تلاميذ على هذه الطريقة؟ على الطريقة الأخرى اللي هي مباشرة. لا ما عندي. في المرة ما في. هنا ما في. بالشام كان في. جزاك الله خير الجزاء. وياك. ممكن واحد يقول له واحد ربنا طول لنا في عمرك يدعي له يعني. أما ربنا فخطأ يقول ربنا. ربنا طول لنا في عمرك. ممكن. دعاء. أما على اللغة المصرية لا. أما على اللغة العربية فبلا. أحسن الله. يعني ربنا مبتدأ يطول عمرنا خبر لهذا المبتدأ،
ربنا هذا خطاب له، هذا ما يجوز. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان معاذ وعين لا مصبت. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحة شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيكم. كيفك؟ الله يكرمك يا شيخنا، الحمد لله. أهلين. بدنا نغلبك في أخونا وثيق بدي أسلم عليك، وبعد السلام بدي أسألك بعض الأسئلة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ أحمد الله إليك. أساكم بخير إن شاء الله. الحمد لله. كيفك أنت؟ الحمد لله رب العالمين بخير. كيف العيال؟ الله يبارك فيك. والله أنا دائما أسأل الأخ أبو أحمد عنكم وعن صحتكم. الله يجزيك خير. محفوظ إن شاء الله يا شيخنا. محفوظك. الله يبارك فيكم. أهلين. معلش شيخنا، في ثلاث أسئلة. السؤال الأول. نعم. ما حكم بيع الذهب عند ارتفاع سعره؟ عند إيه؟ عند ارتفاع سعره. أيوة. وإن جاز ذلك فما حكم شرائه لهذه الغاية؟ لو كان الشراء من معدن المقابل للذهب وهو الفضة، نعم، جاز ولا غبار عليه. نعم. ولكن لما كان الشراء إنما هو بالعملة الورقية، نعم، وليس بالعملة الورقية، نعم، من هنا تأتي المشكلة وتدخل الشبهة قوية. نعم. لأنك كما تعلم العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية. نعم. وقيمتها اعتبارية، فاليوم بسعر وبكرة بسعر، وطالع ونازل لا ثبات لها. فمن الحيثية ما يجوز المتاجرة بالعملات الورقية، وإنما يتصرف الإنسان في حدود الحاجة الملحة. أما أنه يتاجر بها كما يفعل الناس اليوم فهذا لا يجوز شبعا من ناحيتين، وأظن هذا البحث ما هو بالجديد عليك. نعم. الناحية الأولى ما أشرت إليه آنفا، لأنك تريد أن تشتري الذهب بالذهب. نعم. مع المفاضلة. نعم. وهذا لا يجوز. نعم. ومن ناحية أخرى كما ترى هي مقابلة ومخاطرة. نعم. إذن بناء على هذا شيخنا، فنحن نعلم فتواكم في مسألة التجارة في الأوراق النقدية، هذا لم نحكي فيها. أي نعم. لكن معلش شيخنا، يعني بعض إخواننا ربما يعني أفتى بخلاف ذلك، لذلك نريد شيء من التوضيح، حتى لأنه الأخ أبو أحمد يسجل هذا الجواب، نريد شيء من التوضيح حول هذه المسألة. معلش بارك الله فيكم. لا، ما في مجال التوضيح، احنا تكلمنا فيها أكثر من مرة. نعم. وإنما هذا السؤال وجوابه. طيب خير إن شاء الله. الله يجعله. أما السؤال الأخير شيخنا. محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، هل عليه التحفظ كما يظهر من ترجمته في الميزان؟ نعم، لكن هذا التحفظ منوط بما إذا ظهر في الجو شيء من الوعظ. أما الأصل فتسليك حديثه وتقويته في مرتبة الحسن. بارك الله فيكم يا شيخنا. وفيك يا أخي. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.